إفريقيا روسيا لأول مرة في التاريخ يجتمعان في منتدى اقتصادي عالمي وقمة كبرى بمدينة سوتشي روسيا، مهمة عظيمة تحملها مصر على عاتقها كرئيس للاتحاد الإفريقي. منطلقة من علاقات مصرية روسية راسخة وشراكة في جميع المجالات إلى طموحات إفريقية روسية واسعة وتطلعات مشتركة يمهد لها المنتدى الاقتصادي الأول روسيا إفريقيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بمختلف أشكالها، خلق فرص للتنمية والمشروعات المشتركة، فتح آفاق جديدة للتعاون البشري والاجتماعي. 40 رئيس دولة إفريقية، قادة الاتحادات الكبرى ورؤساء المنظمات الإقليمية يشاركون في القمة التاريخية برئاسة مصرية روسية. قمة لدعم العلاقات والتعاون المثمر بين روسيا والقارة السمراء، قمة تحمل طموحات شعوب إفريقيا التي تتطلع للرخاء والازدهار سياسيا واقتصاديا، تكنولوجيا وثقافيا، في التعليم والرعاية الصحية، وفي مواجهة التهديدات والتحديات العالمية الجديدة. بقوة دفع مصرية تنطلق إفريقيا نحو حلم جديد وشراكات عالمية. القمة الإفريقية الروسية لأول مرة في التاريخ.